كيف يهرب حزب الله المخدرات والأسلحة من لبنان إلى إسرائيل؟ سؤال أجاب عنه الجيش الإسرائيلي. تقول الرواية الإسرائيلية إن عملية التهريب لها ثلاث أضلع، أحدها المدعو حسن سرعيني الملقب بأبو محمد، والذي يعد مساعد القيادي في حزب الله الحاج خليل حرب، يدير عمليات التهريب على الحدود اللبنانية وعلى علاقة مع المدعو حاتم شيت. وسرعيني على تواصل مع شيت ومهربين آخرين في جنوب لبنان، والذين يستغلهم لتهريب مخدرات وأسلحة إلى داخل إسرائيل. أما الضلع الثاني فهو المدعو حاتم شيت، لبناني شيعي معروف كتاجر مخدرات بارز في جنوب لبنان، يقود شبكة تهريب من داخل منزله الكائن في بلدة كفر كلا بموافقة ورعاية حزب الله. من شرفة منزله المطلة على الأراضي الإسرائيلية يقوم بمحاولات تهريب عبر إلقاء المخدرات والأسلحة بمحاذاة الحدود، ولا يكتفي بذلك فحسب، إذ لا يتوقف عن الرصد من شرفة المنزل من أجل جمع معلومات استخباراتية والتعرف على آليات عمل وتحرك قوات الجيش الإسرائيلي في المحيط. من بعدها يتواصل مع مهربين إسرائيليين عبر تطبيقات تواصل مختلفة مثل تيليجرام لتنسيق موعد تنفيذ عملية التهريب. يستعين المهرب اللبناني بأشخاص مختلفين يصلون إلى النقطة المحاذية للحدود، وهما سلطان عطلة ورامي شامي، واللذان يعتبران الضلع الثالث في العملية، إذ يتسلمان المخدرات أو الأسلحة عبر الحدود، ويعمل مثلث التهريب تحت إشراف حزب الله ممثلا في المدعو الحاج خليل حرب، الذي بدوره يتلقى توجيهات من إيران.